السلام عليكم. أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي فرع جدابية منصور عاطي مقتل 2 من العمالة السورية وجرح 4 آخرين في قصف للطيران التابع لعملية الكرامة على موقع في الحي الصناعي بجدابية. وأوضح عاطي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القتلى سقطوا نتيجة إصابتهم بشظايا القصف الجوي قرب مساكنهم من أحد المواقع المستهدفة، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 9 قتلى و16 جريحا. تفاصيل أوفى عن الوضع في مدينة جدابية في سياق التقرير الآتي. قتلان وثمانية جرحى هي حصيلة أولية للاشتباكات التي شهدتها مدينة جدابية غادات الهجوم الذي تعرضت له بوابة 200 الواقعة على طريق الصحراوي الرابط بين مدينتي جدابية وطبرق. الهجوم الذي تبناه ما يعرف بتنظيم الدولة أسفر عن مقتل 5 من منتسبي الكتيبة 21 حرس حدود التي تقوم بتأمين البوابة. وردا على هذا الهجوم قامت غرفة عمليات جدابية بإعلان الحي الصناعي منطقة عسكرية وبمحاصرة موقع يعتقد أنه تابع للتنظيم في الحي. تحرك غرفة عمليات جدابية كان بمشاركة الطيران الحربي التابع لقوات عملية الكرامة، استهدف مواقع داخل الحي الصناعي وأسفر عن مقتل عاملين سوريين وإصابة 4 آخرين بجروح حسب ما أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر جدابية منصور عاطي. ومع استمرار الاشتباكات في مدينة جدابية يشهد الحي الصناعي الذي تغلب على ساكنيه الجنسية الإفريقية حركة نزوح وسط مخاوف من توسع رقعة العنف إلى المدينة وتأزم الأوضاع الإنسانية بها. أهلا بكم مشاهدينا، نناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر الهاتف من جدابية المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي فرع جدابية منصور عاطي، وعبر الهاتف من مدينة جدابية أيضا آمر الكتيبة 21 حرس حدود محمد بسيط، وعبر سكايب معنا من القاهرة المحلل السياسي والعسكري محمد عبد الكافي. أبدأ معك سيد عاطي وأسأل حول آخر تطورات الأوضاع في مدينة جدابية. نعم نعم، بخصوص مدينة جدابية حسب ما أكد التقرير في عدد الضحايا، ولكن هناك ارتفاع لعدد القتلى بعد الاثنين الذين قتلوا جراء استهداف أماكن لأسفار الشريعة بالقرب من أماكن سكنهم، فأصبح عدد القتلى الآن 9، وبالنسبة للجرحى فقد ازداد العدد. أيضا قبل قليل كان لنا اتصال مع ناقد شباب الهلال داخل مستشفى الشهيد محمد بن جلف، أكدوا لنا أن عدد الجرحى الآن وصل إلى 25 جريح. هناك ملاحظة معينة نود أن ننوه عليها، هو أنه هناك بعض الجرحى يتم تلقيهم للإسعافات الأولية وللعلاج الأولي ومن ثم خروجهم لمنازلهم الجديد. هذا فيما يخص عدد القتلى والجرحى. هناك فقط توضيح في مسألة الإنسانية، هو أن جمعية الهلال الأحمر اللي بفرع جدابية سنأتي على هذه الجزئية لو تسمح لي سيد عاطي، سنأتي على هذه الجزئية في سياق الحلقة، ولكن قبل ذلك اسمح لي نستمر واستوضح معك أكثر. يعني بحسب ما تقول تنوعت الأسباب وحالات وأماكن التي قتل أو سقط فيها هؤلاء القتلى وأصيب فيها هؤلاء الجرحى، نتحدث هنا عدا عن حالة الاعتداء الذي حدث في بوابة المئتين، هناك اشتباكات في الحي الصناعي في مدينة جدابية، وأيضا قتلى نتيجة قصف جوي. نعم، بالنسبة للاشتباكات التي حدثت بالأمس في مدينة جدابية فحصيلتها قتيلين، والجرحى إلى الآن يتواجد على المستشفى، لا نستطيع الجزم بعدد نهائي فيما يخص الجرحى. هذا فيما يخص اشتباكات أمس قتيلين، وقصف الطيران اليوم
لا نعلم النقطة أو المكان المستهدف الذي تم قصفه، وما هي الضحايا الموجودة لدى الطرف الآخر لصعوبة الوصول إلى المكان وصعوبة تحديد الأضرار والضحايا. ولكن فيما يخص الاثنين العمال السوريين وأيضا 4 منهم عمال سوريين واثنين من جنسية أفريقية هم 2 قتلى و4 جرحى جراء القصف. هذا فيما يخص القصف. وفيما يخص الاشتباكات، لازال المستشفى سيد حمر المجرية يستقبل الجرحى إلى الآن، ولكن لم تسجل ما بعد الحالتين القاتل اثنين لم تسجل إلى الآن أي حالات. طيب، قبل أن ننتقل للسيد عادل عبد الكافي عبر سكايب، ولتعذر للتأميل الاتصال مع السيد بسيط حتى هذه اللحظات، اسمح لي أن أسأل حول بعض الجوانب الميدانية، وأنت أشرت إلى أن هناك استمرار لتوافد الجرحى على مستشفى محمد المقري في جدابية. هل يعني هذا، إذا كانت لديك معلومات بالطبع حول الجانب الميداني، هل يعني هذا أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في هذه اللحظات في مدينة جدابية؟ سيد عاطي. طيب، أنتقل للسيد بسيط الذي تم تأمين الاتصال معه الآن، وأسأل سيد بسيط حول الأوضاع الميدانية في مدينة جدابية الآن تحديدا. مرحبا سيد الفاضل، ورحب بالسيد الكرام وقناة ليبيا الأخرى. نعم، أولا نترحم على الشهداء الذين ضحوا من أجل هذا الوقت. نعم، للأسف فقدنا الاتصال مع السيد بسيط، نواجه مشكلة في تأمين الاتصال معه منذ بداية هذه الحلقة. أنتقل إلى السيد عبد الكافي وأسأل السيد عبد الكافي حول مسألة الهجوم تحديدا الذي تبناه تنظيم الدولة على بوابة 200 في الطريق الصحراوي رابط بين جدابية وطبرق. كيف تقرأ هذه التطورات الميدانية وخاصة في السياق ما أعقبها من اشتباكات داخل مدينة جدابية؟ تحية طيبة لك سيدي الكريم ولضيوفك والمشاهدينكم الكرام. نعم. هذه عمليات كبيرة في مناطق متفرقة لإحداث فوضى، وعكس صورة أن كل أرجاء البلاد مخترقة، خاصة بعد تهديد أقطاب النظام السابق مثل أحمد قذاف الدم عبر وسائل الإعلام بإحداث الفوضى والاغتيالات. ونجد بعد خروجه مباشرة تحدث فعلا عمليات كبيرة تحت مسمى تنظيم الدولة، وهذا يرجعنا إلى الفترة الماضية عندما أيضا خرج عبر وسائل الإعلام وتحدث عن تعاطفه وغيره وهؤلاء شباب أنقياء وغيره، ونجد أن تحدث عمليات في مدينة سرت من هذا التنظيم. فطبعا هذه يعني إشارات واضحة إن هذه المجموعات تأتي إليها وتصدر لها الأوامر من أقطاب النظام السابق لإحداث أكبر فوضى في البلاد، وأيضا أكبر حالة من الاغتيالات والتفجيرات. طيب. فأصبح هنالك لا مجال للشك، أو يدعو إلى الشك إن هنالك ما بين علاقة ما بين واضحة ما بين النظام السابق وما يعرف بتنظيم الدولة. طيب. لأنهم الاثنين اتفقوا على أن تكون هنالك فوضى في ليبيا، سواء كان من خلال هذا التنظيم بعد فشل العمليات العسكرية التي تدار في شرق ليبيا وتم نقلها إلى غرب ليبيا ومنيت بالخسائر طبعا من أجل عدم استقرار وهدم مؤسسات الدولة. طيب، مرة أخرى أعود إلى السيد عاطي وأحاول هنا أن أستفسر منك عن بعض الأشياء الميدانية التي ربما هي خارج نطاق تخصصك سيد عاطي، ولكن لأننا لم نتمكن حتى الآن من تأمين الاتصال مع السيد بسيط، سألتك عن الأوضاع الميدانية في المدينة، هل ما زالت الاشتباكات مستمرة؟ نعم، فقط نوضح ملاحظة معينة لك وللسادة المشاهدين فقط كي لا يؤول الموضوع وكي لا يفسر لأمور أخرى. أنا هنا أتحدث بصفة جمعية الهلال الأحمر الليبي في جدابية، وأحاول أن أكون موضوعيا وحياديا في نقل الأخبار قدر الإمكان. بالنسبة للاشتباكات فهي ضمنية لا زالت مستمرة،
منذ ليلة الأمس بين الجيش الوطني دعنا نقول، وأيضا هناك شباب من المدينة وضد الطرف الآخر وهو جماعة أنصار الشريعة. إلى الآن بما أن الجرحى لا زالوا يتواجدون على مستشفى الشهيد محمد بن جارية، فهذا مؤشر ميداني بأن القتال لا زال مستمرا. طيب اعذرني المقاطعة فقط، سأعود إليك سيد عاطي فقط لأن تم تأمين الاتصال مع السيد بسيط في هذه اللحظات، ولنسأل السيد بسيط حول الأوضاع الميدانية، ربما لديه معلومات أكثر في هذا الجانب. سيد بسيط، ما هي آخر تطورات الأوضاع في مدينة جدابي؟ الأوضاع بإذن الله ماشي الأحسن، وإن شاء الله سيطر على المنطقة والوضع بصفة عامة. نحن طبعا بعد تعرض قلت لك الهجوم بوقت الميتين، عندنا طبعا بوقت الميتين لقيناهم يعني فقينا عن المجموعات اللي هي متهجمة عليه اللي هي من الدولة الإسلامية، تم ضبط آليتين مركبتين وتم غنم بنادقها اللي اعتاد منها الدواعش، وتم جلاب جثتين الهم وواحد أسير. فرجعنا بهم المدينة، وفي سيارتين طبعا والله ثلاثة رجعنا مع الفريق المعبد مفشل جدابية، وعرفناهم من وين ومن ينتموا وشو مسميهم والصفة كاملة. فأردنا إلا في نفس الساعة نعلن ساحة السفر وندخلوا على وكارهم، لا بدون مجاملات ولا بدون الكلام. هم موجودين في مواقع الدواعش، التكفيريين، دولة من تشاد، من الجزائر، من المغرب، من تونس، من مصر، هم كلهم موجودين يقتلوا في أبنائنا. ونحن أعلننا فيهم ساعة السفر وأعلننا المنطقة منطقة عسكرية وبدينا فيها، وبإذن الله حنحسموا القضية ومش حنتراها. طيب وأنت تشير لهذه النقطة بالذات، إعلانكم للحي الصناعي منطقة عسكرية، ما هي الخطوة التالية بعد إعلان الحي الصناعي منطقة عسكرية؟ والله نزلنا نحن بالمدرعات ونزلنا بالأسلحة والطيران يشتغل على الأهداف اللي نحن طالبينها، وحنكملوا بإذن الله المشوار مين فبتاعات المعركة اللي نحن سميناها معركة الوجود بإذن الله. سيد عاطي، هناك حديث عن حالة نزوح يشهدها الحي الصناعي، ما هي معلوماتكم عن هذا الأمر؟ بداية هو منطقة الحي الصناعي هو من مسماها هي في واقعها ليست منطقة سكنية، هي منطقة صناعية معروف عليها بالورش الصناعية بصفة عامة، ليست منطقة مكتظة بالسكان كما يتصور الآخرين. هناك بعض السكان وهم الأغلب من جنسيات أخرى عربية وأخرى أفريقية، هم عمال في الورش. أعتقد أنهم من ليلة أمس من تمكن الخروج خرج، ومن لم يتمكن هو إلى الآن في محاولة للخروج من المنطقة التي أعلنت كما تحدث السيد بسيط عنها منطقة عسكرية. نحن بدورنا كجمعية هلال الأحمر سنحاول بإذن الله توفير ممر آمن لخروج المدنيين من هذه المنطقة، وحتى تكون خالية تماما من المدنيين وهي يعني قيد العمليات العسكرية إلى الآن. السيد عادل عبد الكافي، من الناحية العسكرية ما الذي يمكن أن تصل إليه الأحداث بعد إعلان منطقة الحي الصناعي منطقة عسكرية؟ بداية سيدي الكريم، يعني نتمنى أن يكون هنالك فصل حقيقي ما بين الثوار وما بين تنظيم الدولة، أيضا هنالك دعم لوجستي يقدم من أنصار النظام السابق المتواجدين في السرك، وأيضا بعض الأطراف حتى المحسوبين على أحد القبائل المتواجدة، وأعتقد أن أحد إخوانه يرأس مجلس محلي في مدينة جدابية، وكان واحدهم رئيس عصابة الذي حاصر قوت الليبيين المدعو إبراهيم الجذران. أعتقد أن لابد أن يتم حسم الكثير من الأمور داخل مدينة جدابية، لكن عملية محاصرة الحي الصناعي طبعا هذه العملية تعتبر مهمة جدا للقضاء على هذه المجموعات، لكن لابد من توفر معلومات دقيقة، خاصة أن ضيوفك يتحدثون أن هي منطقة صناعية ومليئة بالجنسيات العربية والأفريقية الذين ربما ليسوا أطراف في هذا الصراع.
لذلك أعتقد لابد متوفر معلومات دقيقة جدا حتى لا يتم القتل، سقوط الكثير من القتلى من الجاليات المتواجدة والعمالة المتواجدة في المنطقة الحي الصناعي. وأيضا نحن نعلم أن الطيران لا يحسم الكثير من الاشتباكات على الأرض، لأن الطيران يستخدم في حالتين، أما لفتح ممرات أو لتغطية انسحاب. لذلك استخدام الطيران في منطقة آهلة بالسكان أعتقد هو خطأ يعني عسكري. لذلك هذه العملية لابد أن يتم التعامل معها من خلال عناصر على الأرض، وضع خطط عسكرية صحيحة لاقتحام هذه المنطقة بعد تحديد العناصر المتواجدة ليتم القضاء عليها ومطاردتها. طيب. وأيضا لابد أن يكون هنالك شفافية من الأسماء الداعمة لهذا التنظيم في منطقة جدابية. طيب. حتى وإن كانوا محتوبين على بعض القبائل المتواجدة والمتعاونين مع النظام السابق، لأن هنالك معلومات مؤكدة أن تنظيم الدولة هو جل عناصره ضباط سابقين وأفراد أمن داخلي لجان ثورية من النظام السابق مع مجموعات متشددة. طيب، بما أنك أشرت إلى مسألة القصف الجوي، اسمح لي أن أنتقل بالسؤال في ذات النقطة إلى السيد بسيط، وأسأل سيد بسيط، هل يوجد لديكم أي تنسيق مع الطيران الحربي الذي استهدف مواقع داخل الحي الصناعي؟ نعم، في تنسيق تم بيني وبين رئيس الأركان السلاح الجوي، والحقيقة ما الشهود كله كلفنا 3 سيارات، واحدة للضحية للتصوير واثنين لضرب الأهداف. فالحمد لله يعني جميع إمكانياتنا جيدة، وبإذن الله يعني حاسمين المعركة هذه. ما بس نحب نوجه رسالة لأهلي الناس في مدينة جدابية إنهم يلتفوا على بعضهم، يبعدوا القبلية، يبعدوا الكلام هذا، لأن الخطر اللي جاي مأثر. نستعد لو انسحبتنا من هالمنطقة هذه، معناتها منطقة جدابية حتكون زي منطقة سرت. أنا من المنطقة هذه مانيش منسحب، أنا جدابي وتولدت فيها، نموت فيها. طيب، هنا اسمح لي نسأل، كيف أمكن لكم تحديد المواقع التي استهدفها الطيران؟ نعم، كيف أمكن لكم تحديد المواقع التي استهدفها الطيران بالقصف الجوي؟ نحن طبعا موجودين عمليات عسكرية ونعرف ونقدر الموقف ونعرف مواقعهم، نعرف كل موقع موجود فيه وين يتحرك وكيف يقلع وكيف، عندنا رصد، عندنا استطلاع، وعندنا قوة متقدمة من مشاة، وعندنا من مدفعية، نشتغل بالدم يعني 3 يومين قاعد نشتغل بالدم. طيب سيد عاطي، تحدثتم عن مقتل عاملين سوريين وإصابة آخرين بسبب القصف الجوي، هل تأكد لكم أن هؤلاء يحملون صفة مدنية وليس لهم أي علاقة بنشاطات لجماعات مسلحة في المنطقة؟ نحن بدورنا كجمعية هلال الأحمر اللي بفرع جدابية ليس من تخصصنا أن نتحقق من جنسيات الضحايا سواء كانوا قتلى أو جرحى، أو ندقق في مسائلهم أو ما هو مآلهم ومردهم. نحن نتعامل مع الحالة الإنسانية كما هي، وهذه الأمور لديها جهات أمنية وجهات عسكرية هي من تقوم بالتحقيق في تبعية هؤلاء إن كانوا عمالا أو غير ذلك، ولكن نحن أمامنا بالظاهر وما غير ذلك هو يعني من تخصص الجهات ذات الاختصاص. ولكن هنا أنا أود أن أقول شيء معين وأن أوجه رسالة، هي أن يمكننا أطراف النزاع، ونحن ضمنيا ليست لدينا مشكلة في التنسيق مع غرفة العمليات للجيش الوطني في أن توفر لنا ممر آمن حتى نتمكن من إخراج هؤلاء الناس المتواجدين يعني أي من كانت جنسيتهم أو مكانهم، حتى يتبين لهم الأمر وتكون العمليات العسكرية على تقام. وهذه هي تحديدا النقطة المعقدة التي تحتاج إلى السؤال سيد عاطي، كيف سيمكن التمييز بين من هو مدني ومن هو ينتمي لتلك الجماعات المسلحة الموجودة في داخل الحي الصناعي، كيف يمكن التمييز بينهما؟ نحن إلى الآن لدينا يعني مثل ما سلفت لك الذكر، ليست لدينا مشكلة مع التنسيق مع غرفة عمليات الجيش، ولكن لدينا مشكلة في الطرف الآخر الذي قد لا يميز من يقوم بعمل عسكري ومن يقوم بعمل إنساني، وقد يعامل كل الأطراف التي تقابله في الميدان بنفس المعيار.
فهذه يعني هذه الامور نحن لا نستطيع ضمانها، لهذا نحن الى الان لم نستطيع الدخول الى الحي الصناعي واستخراج المدنيين منه. اما طيب. فيما يخص غرفه عمليات الجيش الوطني فليس لدينا مشكله في التنسيق معها ونحن على اتصال دائم معهم. سيد عبد العاطي او عفوا سيد عبد الكافي، كيف يمكن ان يكون تاثير ظهور ما يعرف بتنظيم الدوله في مكان ما على الاجانب المتواجدين فيه؟ لان هناك كثير من الأجانب الذين يشكلون قوام هذا التنظيم في بعض مناطق تواجده، كيف يمكن حل هذه المشكلة ومعرفة من ينتمي إلى هذا التنظيم ومن جاء فقط للعمل في داخل البلاد؟ بداية سيدي لي تعليق على أحد ضيوفك أعتقد اسمه بسيط، يقول إنهم يعلمونهم بالأسماء ويعرفون أيضا بيوتهم، لماذا لم يتم قصفهم أو قبض عليهم أو تتبعهم ما علمهم بهذه الشخصيات؟ أيضا هل ترى قوات الكرامة أن الثوار أخطر عليهم بالتنظيم الدولة؟ أعتقد أن هنالك لعب أو خلط الأوراق في منطقة بنغازي وما حولها. لكن عموما تحديد، نرجع لسؤالك بخصوص تحديد الجنسيات الأفريقية، هذا يحتاج إلى عمل حرفي مهني أمني في المقام الأول، بمعنى أن يكون هنالك عناصر استخباراتية هي من تحدد الأسماء من خلال تغلغلها في هذه العمالة. لماذا يترك عمالة في منطقة أو في مدينة أو في حي صناعي أو في أي مكان بدون أن يكون هنالك عناصر تابعة للأجهزة الأمنية لكي تأتي بالمعلومات الدقيقة عن هذه العناصر المتواجدة، سواء كانت مصرية أفريقية تونسية أي إن يكن جنسيتها؟ لابد أن يكون هنالك عمل مهني محترف، خاصة نحن نتحدث عن مدينة جدابية، مدينة صغيرة يعني التحكم فيها سهل جدا. لو كان هنالك إرادة حقيقية لعمل مؤسسات الدولة وهنالك جيش أو غيره من الأجهزة الأمنية لكانت استطاعت العمل بحرفية ومهنية حتى لا يتم الخلط الحابل بالنابل ورمي التهامات وغيره وقتل الأبرياء. لذلك لابد أن يكون هنالك عمل مهني احترافي لجلب المعلومة، تحديد العناصر، طيب. تحديد البؤر، تحديد المواقع يتم الهجوم عليها. أيضا عملية القصف بالطيران وغيره شرحنا نحن عملية الطيران في ماذا يستخدم، لذلك أعتقد استخدام الطيران في منطقة صغيرة في حي سكني أو حي صناعي هي جريمة كبرى لأن سيضيع فيها أبرياء. طيب أوضحت هذه النقطة واعذرني فقط لضيق الوقت أنتقل إلى السيد بسيط وأسأل حول ذات الجزئية. سيد بسيط، كيف يمكن لكم معرفة من ينتمون فعلا لما يعرف بتنظيم الدولة من الأجانب المتواجدين في المدينة؟ نعم سؤال واضح وجميل. أول حاجة أنا من مواليد وسكان مدينة جدابية، بالتحديد شارع طنبور وحي الصناعي، وأسكن في المنطقة هذه وبيوتي في المنطقة هذه وأهلي وناسي أغلبيتي في المنطقة هذه، والمنطقة هذه أنا أعرفها كويس، كانت خالية من الدواعش وما عنديش أي خلاف مع أي طرف، بل بالعكس أنا وياهم واحد. للأسف فقدنا الاتصال مرة أخرى مع السيد بسيط، أنتقل إلى السيد عاطي وأسأل سؤال أخير معك. سيد عاطي، هل لديكم أي تنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة من أجل تزويد المراكز الصحية والمستشفيات بالمدينة باحتياجاتها المتوقعة في ظل هذه التطورات؟ نعم بالتأكيد، يعني من بداية تشكيل غرفة العمليات في جمعية الهلال الأحمر الليبي تم التواصل مع الصحة ومع مستشفى الشهيد محمد مجريف ومع جهات الدولة الرسمية، وكما أسلفت لك حتى مع غرفة العمليات العسكرية حتى نتمكن من معرفة ما إذا كان استمرت هذه الاشتباكات. بالتأكيد المستشفى سيعاني من نقص في المواد الطبية ومثل أكياس الدم وأيضا مثل معدات المختبرات، ولكن الحمد لله من ليلة أمس إلى اليوم تمكننا من التواصل مع المركز الطبي في طبرق وأرسل لنا يعني في صدد إرسال أكياس دم، وأيضا عن طريق مدينة بنغازي إرسال لنا،
وهناك تنسيق. نحن كجمعية الهلال الأحمر نتعامل مع كل الأطراف فقط من أجل كرامة الإنسان أينما كان وحيثما وجد، بغض النظر عن توجهاته وعن ميوله وعن جنسيته. سيد عبد الكافي، سؤال أخير، هناك مخاوف من امتداد رقعة الاشتباكات لتطال ربما أحياء سكنية في المدينة آهلة بالمدنيين، كيف يمكن الآن اتخاذ خطوات سريعة تجنب المدنيين في المدينة أي نتائج لامتداد الاشتباكات إلى مناطقهم؟ الخطوات السريعة مثلما أشرنا في بداية حديثنا أن يكون التعامل مع هذه العملية من خلال قوة على الأرض لا يكون عبر الطيران الجوي. هذا شيء. الشيء الآخر، لابد بعد أن تم محاصرة هذه المجموعة في الحي الصناعي لا يسمح لها بالمرور أو بالخروج، سواء إقامة متاريس سواء توزيع الفرق العسكرية ومحاصرة هذا الحي حتى يمنع هروب أو خروج أحد هذه العناصر. بذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من خبر وبعد. نشكر كل ضيوفنا. كان معنا عبر الهاتف من مدينة جدابية آمر الكتيبة 21 حرس حدود محمد بسيط، وعبر الهاتف من مدينة جدابية أيضا المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي فرع جدابية منصور عاطي، وعبر سكايب كان معنا من القاهرة المحلل السياسي والعسكري عادل عبد الكافي. مشاهدينا، تقبلوا تحياتي، أنا خالد سعيد، دمتم في أمان الله.